أستاذ منصور؟ مش عارف، أنا حتبرى بين الواد مشاهي ده. وتفتكر حضرتك لو بريت منه هلاقي منتج تاني يكمل معانا فيلم؟ ندور على منتج تاني؟ والموزع هيستنى لحد ما الاقي؟ لا طبعا، أكيد هو كمان هيفسخ معانا العقد ونبقى خسرنا كل حاجة. زيزي، أنا بجد ما أقدرش أقف في طريقك. أنا رأيي أحسن أحسن أخلي هو اللي يكمل الفيلم. لا، كل رأيي أحسن أحسن ده. ما اقدرش اكون نجي، وانا كمان ما اقدرش اكون نجي. مش تفهموني ايه الحكايه؟ ومين اصلا احسان احسان ده؟ ده منتج جديد كان طلب انه يكمل الفيلم بدالي، وانا كمان عرض عليا انه يتجوزني قبل ما اكمل الفيلم. وانت عاوز تضحي بالفيلم الوحيد اللي بتنتجه والانسانه الوحيده اللي بتحبها؟ ايوه، لازم اضحي عشان بحبها وما اقدرش اقف في مستقبلها. وانتي عايزه تضحي بالمنتج الوحيد اللي هيشغلك والفيلم الوحيد اللي هيعمل منك نجمه؟ هو صحيح الفيلم ده مهم جدا جدا بالنسبه لي، بس سمير كمان اهم من مليون فيلم. انا دلوقتي اتاكدت انكم بتحبوا بعض فعلا. طب والحب هيعمل ايه والفيلم واقف يا استاذ منصور؟ الفيلم مش واقف ولا حاجه. أدي شيك بمئة ألف جنيه من مشاهي الدوام. معقولة؟ مش ممكن؟ هو باحت الأرض مخصوص عشان الفلوس. خلي الشيك معاك ومخبي كده يا أستاذ منصور. كنت عاوز أسمع منكم الكلمتين الحلوين اللي سمعتهم دلوقتي. إحنا أصحابنا قد إيه يا صابر؟ من فترة بسيطة جدا. إيه كفاية كده ولا إيه؟ لا، إحنا كفاية. انا جاي لك فتره بسيطه جدا دي تسمح لي ان اتكلم معاك بصراحه. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز اقول لك انك ظلمت عواطف لما خدتها بذنب مشاهي. ما كانش لازم تخبي عليا ان مشاهي يبقى اخوها، لازم تظهر عليها زي ما سمحت في الاول. كانت عارفه يعني لو مؤاخذه يعني انك بتتعالج في باريس. حتى لو انا صبرت عليها مش هقدر اقنع نفسي ان مشاهي يبقى نسيبي بعد كل اللي عمله فيا. انت بتحب عواطف ولكن الوالد ينسيه ليه؟ ده لو اقبلنا يعني مشاعر ليه؟ ما انت بتدافع عنه دلوقتي، ما انت خلاص بقيت تشتغل عنده مش كده ولا ايه؟ بس كده وبتقل الله، انا قبل ما اشتغل عنده انا واحد من الضحايا زيك بالظبط وليا صفحه الكشكول بتاعي. مش ناقص بقى غير اننا نعمل نقابه الضحايا مشاعر ايه؟ صدقني يا صابر، مشاعر اللي بتقول عليك وعليا مش هو مشاعر اللي عوضني وعوضك. انت نفسك مش صابر خالص، ده اللي سافر وتعالج في باريس بفلوس مشاعر، ولا انا مجدي اللي كان هتضيع حياتي وهسيب خطيبتي لولا فلوس مشاهي. عايز تقنعني ان مشاهي ده انسان تاني؟ بيبقى انسان تاني، بيبقى، واحنا لازم نساعده، لازم يعرف ان الخير اللي بيعمله ليه نتيجه، والا هيبطل يعمل خير خالص. مش فاهم ايه اللي عندي الجواد ده وما خدش حقوق الاخيره. يعني الان انا خير هلك يا احمد الساعه؟ لا ما اقصدش، يعني قصدي يعني البس الشيك جلد عشان الحديد ممكن يبوظ ايديك. يلا يا فوزي قول لي اي اخبار كده تنعنشني وتفرحني. استنى بس عليا خلي لما يلقط نفسه. انا اللي عايز القط نفسي. اتكلم يا فوزي. ها وصلت مع العزاز الايه؟ ما وصلتش لحاجه خالص. يعني ايه؟ مش عايز يزود على 200,000 جنيه. قعدت اتصل بيه ما بيردش، اتصل بيه ما بيردش، وفي الاخر رد. وقال لست نظر عن موضوع الارض ده خالص واشتريها انت لو عاوز. مستحيل. ده انا عارف المشروع ده بالنسبه للعزاز يبقى ايه؟ يمكن بيلاعب فوزي عشان ما يطلبش منه فلوس زياده. يا جماعه يا جماعه، الراجل واضح جدا في كلامه، هو لا هيدفع 200,000 جنيه ولا حتى 200 جنيه. غريبه، يمكن يكون كشفك وعرف انك من طرفي. والله كل شيء جايز بقى، بس انا عن نفسي ما وقفتش بلساني حاجه خالص. بس يا خالد، احنا نخلي فوزي يتصل بالشركه المالكه للارض ويعرف منهم اذا كان العزاز صرف نظر على الارض فعلا ولا بيلاعب فوزي ولاعبنا معاه. أنا فعلا اتصلت بالشركة وعرفت منهم انهم رفعوا سعر الأرض 500,000 جنيه، ولما قلت لهم ده كتير يا جماعة قالوا لي العزازي وافق على كده وهيجي وهيمضي بالسعر ده بعد يومين. كده بقى العزازي حب يوفر الفلوس اللي هيديها لفوزي وقال احطها في ثمن الأرض وازيح من سكتي. طب لو تعمل ايه يا خالد؟ أنا هشتري الأرض دي بأي ثمن ومش هسمح للعزازي بشبر واحدة. يا بنتي اهدي، في ايه يا عواطف؟ لازم تكوني اقوى من كده. يا ريتني يا اختي ما
اللي عمله. شوف يا عاطف، انا كل متاكده منه ان اكيد صبر اتصرف بتلقائيه بدون تفكير، ولو قعد مع نفسه هيتاكد ان غلط في حقك وفي حق مش اخوكي. انت السبب يا سناء، انت اللي خليتيني اخبي عليه من الاول. تتصدقي لو كان عرف ان اخوكي مشائي ما كانش قعد معاكي ثانيه واحده. يا ريت يا اختي ما قعد ولا شفته اصلا. وبقى انا عايزه اعرف بقى مشائي عمل فيه ايه خلاه يكرهه بالدرجات دي. مش مهم تعرفي مشائي عمل فيه ايه، المهم انت هتعملي ايه. هعمل ايه يعني؟ هفضل انا تحطيتي على حد من ثانيه يتصل بيا ولا يكلمني؟ لا انا هرميه وانسى متبرده زي ما هو كمان نسي. طيب ايه رايك بقى اتصل بيه وافهمه على كل اللي حصل واخليه يعترف انه غلط في حقك. تتصل بيه؟ لا كرهت، ما تسمحليش بكده يا سناء. طب خلاص بلاش بلاش. ما هات التليفون ما تديه لك. ولا واخده؟ الو ايوه مين؟ هتدفع تكاليف الفرح ده. ده كتير كتير قوي كمان. لا دي بتاعتي بتاعتي انا، وسيبنا خلص كلامي. عايز ايه تاني؟ انا مش عايز ممر. سلام يا سلام، ده كلام حاتم منك. وكمان الفلوس اللي هتحطوها في الشبكه البيت الاولاني. يا سلام عين العقل يا اخويا. اسمع يا مشاي، الفرح لازم يليق بيا، يشرفني قدام عيلتي. عموما قدامك طلباتي، ادرسها كويس. لو وافقت عليها اديني رنة. باي باي. رنة يا ابن المجانين. عاجبك كده يا رنة؟ مش دي شرطك؟ مش انت اللي قلت لك جواز العواطف؟ اهدى بس يا مشاي اهدى. شوف طلبات صبر طبيعيه جدا، ويمكن كمان ده كل مصلحتنا. مصلحتنا ازاي؟ انت كده بتضرب عصفورين بحجر. اولا هتجوز اختك، ثانيا صبر هينسلك كل اللي انت عملته فيه ويسامحك. انا ما يهمنيش انه يسامحني، المهم انا اللي اسامحه. واهم حاجه عندي دلوقتي سرسوب الفلوس اللي اتفتح ومش عارف اقفله. ما هو الفرح هو اللي هيبقى عنق الزجاجه، وبكده تطوي صفحه صبر خالص وتنساها للابد.
شايف الراجل اللي واقف هناك ده؟ ايوه ده غني قوي ومعاه فلوس. روح قاعد روح. اتفضل يا حاج. اتفضل يا رجاله. مع السلامه. يلا ممدوح. مع السلامه. مع السلامه يا ألف ألف مبروك يا مشاري. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كامل. جايب لك بقى صفقة مناسبة لإيه؟ مناسبة سعيدة ليا. صفقة جامدة أوي. معقولة يا كامل؟ ده وقت الصفقات برضه. اقعد يا راجل اقعد. اخرج فيها يا ستك بعد خمس دقايق. اتفضل اتفضل. أهلا وسهلا يا أخيرا. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. بصراحة حضرتونا وشرفتونا ما تصوروش فإحنا بيكوا قد إيه؟ لسه مسعود ولسه اسمها ايه دي محاسن ولسه كل الضحايا بتوع كشكول. يعني انت جايبالي كل الضحايا هنا؟ بس يا مشاري وطي صوتك في ايه؟ انا بعمل كده علشان اونس اواصل المحبه. اواصل ايه؟ اواصل ايه؟ اواصل محبه ايه؟ ولسه في محبه تاني. طب بس كده ما تبينهمش انت اللي مضايق عشان الناس يزعلوا بقى وبعدين النفوس ما تبقاش مطمئنه. يا لسه كمان النفوس ما خلاص ما اطمئنت وخلصنا. اتفضلي يا سلام عليكم. اتفضلي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا انهار انهار ابيض. ماما يا كريم. ماما انت غلبان على اللحمه يا قابل. اهلا وسهلا. حسب مصوراتي ده يا مشاهد ان انا حاسس بس اللي طلع سنه واحده مصوراتي اللي انت بعتها. انا بس انا مصوراتي بعتولي ابن عمي الجاي. ايوه ما هو لما ابن عمك بعتلك واحد اللي هي يبقى انت بتتحاسب. ما تزعقش وقت الصوره. ابن عمي حاسبه على فيلم. تحاسبه انت على التسعه التانيين. ايه يا جماعه اللي لكم ايه في ايه؟ عادي يا مشاهير الله يخليك. عادي انا اللي معاكم عادي. احاسبك انا والله احاسبك. لا والله. لا لا خلاص خلاص خلاص. بقول لك ايه؟ عايز 50 جنيه. ثانية واحدة. بقول لك ايه؟ انا مش هدفع ولا مليم. اتفضلوا اتكلم لو سمحتي. ها؟ استغفرك واتوب اليك. مفيش طعم. صلى على النبي. صلى على العريس. لا 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 ما خليكش النهارده. عديها النهارده. اتفضل 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 يا عريس جميل. الف مبروك. لا خلاص خلاص انتهينا. شبيه عديها مبروك النهارده عشان تمشي. ها خد من الباشا 100 جنيه. لا انا معيش هنا. انا ممكن اجيب البيت عادي. خمس دقايق. استنى انا رايح فين؟ بيت ايه وتعالى. خلاص يا باشا. اتفضل يا باشا. مع السلامة. مع السلامة. ألف ألف مبروك. أنا مش أحباني وجد من غيرها مش حتى تجيب حاجة تانية. مبروك عليك يا لعيباني يا جاي. بس أنا مش عايز إيه. أنا عايز إيه. العزازي اللي لعبنا على المكشوف مصمم يشتري الارض دي باي ثمن. طب هو عرف منين ان فوزي بتبعنا وان احنا عايزين نشتري الارض؟ ده لغز تاني هحله بعدين. انا مش فاضي له دلوقتي. طيب وناوي تعمل ايه يا خالي؟ الارض دي لا يمكن تضيع من ايديا ابدا. هو خالي بس احنا كده هندفع زياده على ثمنها 2 مليون جنيه. الارض دي ثمنها غالي قوي يا كريم. ثمنها تمشي قدام العزاز للمرة التانية. طب هنجيب الفلوس منين يا خالي؟ أنا هبيع أرض التجمع الخامس. لا أرض التجمع الخامس ما ينفعش نبيعها خلاص. إحنا خلاص زمننا أساسات وخدنا مقدمات حجز من الناس. الشركة اللي تشتري الأرض تكمل المشروع. للدرجة دي يا خالي؟ للدرجة دي خايف تتهزم من محمود العزاز؟ افهمنا يا كريم. افهم. الأرض دي تمنها في حاجة العزاز ليها لأنه ما عندوش بديل عنها. الأرض دي يا حبيبي لما تبقى بتاعتي أنا هبيعها له بالسعر اللي أنا عاوزه وهكسب فيها يا كمان. بتضحك على إيه؟ بتقول لي عشان أضحك معاك. مش قادر أضلهولي. اشترى أرض شرم الشيخ. إيه؟ أنت بتضحك على أرض واحد مننا؟ اشتراها.
بالسبب بتاعنا عايزينه. معلش حضرتك نكمل المره الجايه. يعني ما عندكش نص ساعه تقعدوا معايا ولا مش هتاخر على مامتك؟ انا مش بروح، انا راجع الشركه تاني. ايه ده في وقت متاخر زي ده؟ هو خلي من ساعه الموضوع ارض شغل الشيخ ده ومعيشنا كلنا في طوارئ. طوارئ ايه؟ ده المفروض يبقى مبسوط بدل ما في خطر الارض محمود لها اساسي. ما هي دي المشكله، خلي بيحاول يهم نفسه مبسوط وبيحاول يهم معاه، بس انا لو عندي الاحساس ان في نار جواه. نار؟ نار ايه؟ خليه ما دفعش الربع كلام النهارده بس. والتالت ربع بقى ايه؟ المفروض يوفروا في شهرين، معهوش منهم ولا جنيه. ازاي يغامر بالشكل ده؟ وعنده عمل بقى يلاقي واشتغل الارض تمام وخلاص. خلال شهرين؟ مش بقول لك نخلي عايش في النار؟ مش كفايه حصرته على المشروع اللي ما عرفش يشتري منه؟ لا كمان مش لاقي مشتري. الخوف بقى من المشتري ده يظهر ويستغل الوقت اللي احنا فيه. وانت ازاي تسيبه يعمل كده؟ وانا هعمل له ايه؟ خلي اليومين دول ما بسمعش حتى لنفسه بس. كل حسابات اتلخبطت. بالذات بعد ما خسر موضوع الانتخابات ده. انا همشي دلوقتي واكلمك لما اخلص الشغل. انا هكون في البيت خلال ساعة. توحشيني. وانت اكتر. يا اهلا. اكيد حاجه مهمه قوي اللي انت بتجيب لنا من البيت على بالنا وشينا بالشكل ده. انتوا ليه فرقتوا ارض شجر الشيخ؟ عشان ما يشتريش. كان المفروض تعملوا المستحيل عشان ما يشتريش. ما تخافيش احنا عاملين حسابنا كويس. ما سالتوش نفسكم هو جاب الفلوس دي منين؟ مش هتفرق كتير. المهم ان المشاريع اتطورت واشترى الارض اكتر من ساعه. لا يا محمود بيه، اجابه سؤال زي ده ممكن تبقى بدايه لمشروع جديد. وهي دي بقى معلوماتك الجديده اللي عندك؟ برافو يا بدر، ابتديتي تفهمي. وبرضه طبعا عايزه اسيب بدر قبل ما تتكلمي. لا المره دي هقعد بعد ما اتكلم، لان حقي كده كده مهم. ياه ده الموضوع شكله كبير قوي. مشاريع عايز بيها على التجمع الخامس. ده لسه بدري. ايوه بدري. عايزين نخلص الارض الشيخ. عليه ثلاث اقساط بثلاث ارباع الارض. لازم تستدعي في خلال شهر. ممكن حاجة مشتري يشتري الأرض ويدفع الثمن في خلال شهرين بس. وفي الحالة دي هيرجع الأرض بخسارة غير اللي نشتريها. أنا بقى ما فكرتش بالطريقة دي خالص. ما فكرت في إيه؟ أنتوا تشتروا الأرض تتجمع خالص. إحنا مشاريع مستحيل يعني مشروع زي ده. إذا كان موجود نفسه عشان ياخد مننا أرض شجر الشيخ أعتقد أنا مش مشاريع بقالهم الأرض من غير ما يعرف إن أنتوا تشتروا. تعملوا معاه زي اللي عملوا معاك بالظبط. ده قصدي مشكلة سور الأرض ومضى معاه عقد الكيان الأرض. لا لا واحنا إيه الكيان بتوع في موضوع زي ده؟ مين قال إنها برضه؟ ده هيبقى مشروع عمر. مشاكل سعيد بيها أرض تجمع خامس بأي ثمن عشان ينقذ أرض شرم الشيخ. لا يا أستاذ مين اللي شايل المشروع غير المشاريع في المتابعة؟ ده سؤال حضرتك اللي جاوب عليه إن شاء الله. بس انت بقى لغايه دلوقتي ما قلتليش. عاوز اتكلم قبل المعلومات اللي قلتلنا عليها دلوقتي. بعدين لما نتقابل تاني. سلام. سلام. ولا ما كنتش عايز تحكي لي على حته الارض اللي اشتريتها بدل محمود العزاز اللي كان عايز يوسع بيها قريته شرم الشيخ؟ ده اكيد مجدي البوهي هو اللي بلغك. شوف انا مش عايز اتكلم في اي حاجه دلوقتي تشغلني عن فتح الكشكول ده. سناء ايه اللي خلاك تجيب الكشكول ده دلوقتي؟ احنا ما فتحناش الكشكول ده من ساعه خسارتك في الانتخابات، فاكر؟ ابوسي عشان خاطري
عشان خاطر بلاش الكشكول ده النهارده. انا مش ناقص. لا لا يا استاذ، مش هينفع. كفايه بقى عطله. اتفضل. لا بلاش الصفحه دي. ايه اشمعنى الصفحه دي؟ دي اللي عليها الدور. معلش اجلها شويه. مش كفايه الصفحه اللي قطعتها وانا ما اعرفش عنها اي حاجه ومخبيها؟ ايوه ايوه الصفحه دي ما هنجلها. هنجلها ان شاء الله. بقول لك يا سناء، اعصابك كويسه؟ اعصابك كويسه ليه؟ انت هتحكي لي عن غلطه من غلطاتك ولا هفرجني على فيلم مرعب؟ لا هي غلطه، بس غلطه كبيره شويه. يا سيدي اتعودنا على غلطاتك الكبيره، وهو ربنا بيساعدنا عشان نعرف نصلحها. انا اصلي بعد ما بعت الشقه لصابر فهمت زمايلي في الشغل ان انا انطردت من البيت وما عنديش مكان اقعد فيه. ايه؟ هو انت ما كنتش فاهمتهم ان انت بعت الشقه وخدت فيها 45,000 جنيه؟ حرام. كنت عايز يعني انصب عليهم، يمكن الاقي شقه لقطه عند حد منهم. وصعبت عليهم؟ لحد بقى ما جالي خلف الساعة في مكتبي وقال لي ان شكل المدير حافظك. لسه متباع الاسبوع اللي فات ب 90,000 جنيه. صدقني يا عمي صدقني، هتلاقي المشتري ده بيرسم عليكوا وعايز يثبت ان فلوسه حاضره وجاهزه. لا ده مش المشتري، ده البايع هو اللي قال لنا على السعر ده. ايوه صدقوني، هتلاقي البايع برضه بيرسم عليكوا وعايز يثبت لكوا انه بايعها بزياده. يعني ايه؟ هم كلهم يرسموا علينا ولا ايه؟ والله يا جماعه انا بصراحه يعني عشان خاطركوا وعشان خاطر عمي والعمليه المستعجله اللي سعادتك هتعملها انا هدفع 70,000. ايه 70؟ ايه امال يعني؟ لو ما كانش في عمليه ومستعجله كنت حضرتك هتشتريها بكام؟ ايوه يا استاذ محمود، بس ما تنساش برضو ان انا لسه هوضب. يعني ده الشقه كده تاخدها حوالي 20,000 جنيه على الاقل. طب بقول يعني عشان خاطر يعني مش ممكن يعني تخليهم 75؟ 75 ايه بس يا عمي؟ ده انت كده مش بتبيعها، ده انت بترميها. لو عايز رأي يا استاذ محمود بصراحه يعني ما تضيعش الفرصه على عمي. يا استاذ دي مش فرصه، ده يبقى اسمه انتحار. خلاص انا عرضت العرض اللي عندي وناقشوا انتوا الموضوع فيما بينكم وخدوا قراركم، ولو وافقتوا اتصلوا بيا. سلام عليكم. يا ساتر يا رب، انا عمري ما شفت مخلوق بيستغل الناس بالشكل ده. طب ايه يا عم يا ابني دلوقتي؟ دي العملية لازم تتعمل في خلال اسبوع. والله ما عارف اعمل ايه، بس انا لو معايا ما كنتش خليتك تبيع الشقة. انا ما حضرتك عارف انا حطيت كل اللي حته في المصنع الصغير اللي اشتريته. انا قلت نتقابل هنا بعيد عن البيت وبعيد عن الاطراف الثانية. قصدك يعني محمود جه بنتي؟ هو يمكن يكون عايز مصلحتك، بس صدقني هيأذيك زي الدبة اللي قتلت صاحبها. افهم من كده يعني اني سعادتك وافقت على 75,000؟
أنا عشان خاطر عيونك أنت يا أستاذ سامي أنا هدفع 72,000. بس أصلي من غير أصل ولا فصل. المهم نعمل العملية النهاردة قبل بكرة. الحمد لله. يبقى ما اختلفناش إن شاء الله بركة. أنا هدفع لك 10% والباقي 10%. أكيد أنت بتهزر. لا ما فيش شك إنك أنت بتهزر. ما بهزرش ولا حاجة يا أستاذ سامي. مش كل حاجة دلوقتي في الدنيا بتقسيط. أيوة ده بقى ما اسموش تقسيط ده اسمه ذبح يا أستاذ. مش بس أكيد شاكر بيه المدير بتاعي حضرتك ظروفي وفاهمك كمان أنت ظروفي. طيب خلاص أنا هدفع 15% والباقي على 8 سنين ومين يعيش بقى؟ يا أستاذ فهمني بقول لحضرتك أنا معزوف في الفلوس دلوقتي مش بعد 8 سنين. شكلك كده بيرسم على 20%. شوف بقى بصراحة كده ومن الآخر أنا لو وافقت على مبدأ التقسيط ده يبقى مش هقبل أقل من النص دلوقتي وزي بعض سيدي خلي الباقي على 3 سنين هم بقى يجيبوا يساعدوا برضه في إيجار الشقة اللي أنا هأجرها بعد ما باع لك شقتي التمليك دي. عموما أنا سألت وتقصت وعرفت إن العملية هتتكلف 30,000 جنيه أنا هدهم لك والباقي يا سيدي على 5 سنين. بس ما يحصلوش الباقي. يحصل ما يحصلوش يا استاذ سامي المهم تعمل العمليه. ازاي بابا توافق على حاجه زي دي؟ انا لسه ما وافقتش الصفقه يا بنتي بس بيني وبينك مضطر اوافق. مش كفايه انا هاخد شقه باقل من ثمنها كمان هنقطك بمبلغ. ما هو على قدك يا محمود اديني عارضين الشقه بقى لنا اكتر من شهرين ولا حد ايه ولا حد سال. ما يا ابني العمليه لازم تتعمل ما تستناش اكتر من كده. بس حد من قرايبنا سلف لنا مبلغ ده بيقولوا لما المصنع ان شاء الله يشتغل نبقى بدهم له التقسيط. هم كلهم عارفين ان انا بحتاج على العمليه اللي ما حد ليه بس وشنا ولا حتى اساعد ب 1000 جنيه بس. خلاص خلاص يا جماعه اطمن انا هحكي على المصنع. لا يا محمود اوعى تعمل كده انا زعلان قوي انا نسيت علي معايا مليون عمليه بعد كده مش هتحول فيه. بعد الشر عليك يا بابا انت بس متاكد من المقدم اللي هيقولوا لك الشيء ده هيغطي تكلفه العمليه ان شاء الله تكتر وتزيد. ماشي يا امر الله. بس اقول لك ايه ان شاء الله بعد ما تطلع من المستشفى السلامه تيجي تقعد معايا هنا اوعى تقول لك اجر شقه بره. ربنا يسهل. بس انت الاول ادعوا لهم بالسلامه. ربنا يقومك بالسلامه يا عمي مع ان قلبي مش مستريح للشيء ده. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك ناوي تودع كام النهارده؟ للاسف مش هودع بس عايز اظبط حساباتي. عايز اعرف تفاصيل الاسعار عندك كام؟ لحظه. 133,450. كويس. طيب لو سحبت 24,000 جنيه الفايده نص سنويه تبقى كام؟ حضرتك تسحب لي حاجه عمرك ما عملتها؟ معلش بقى المره دي اسحب. لحظه. انا بدي حضرتك تخسر الفايده 3250 جنيه في 6 شهور. 3250 جنيه. كويس. كويس قوي. غمض عينيك يا سوس. فتح عينيك يا سلسل. اهو. اتفضلي يا حبيبتي عقد الشقه الجديده. ايه ده؟ بس انا مش هقلب. انا. اوكي. ايه ده؟ معقوله بالسرعه دي؟ خير بالعجلة. الحمد لله. بس قول لي يا مشاي انت عملت كده ازاي بالسرعه دي كده؟ عملت استبدال معاش. ايه؟ بس كده المعاش هيخس قوي يا مشاي اخس عليك. معقوله انا خايف على المعاش من دلوقتي؟ لا انا مش قصدي طبعا انا قصدي ان انا خايف عليك انت. امال بقى لو عرفت ان انا كمان 13,000 جنيه فوق استبدال المعاش ده غير القسط اللي هندفعه كل 6 شهور للشقه. ايوه مشاي بس احنا هنجيب الكلام ده كله ونقسط الحاجات دي كلها ازاي؟ انا عامل حسابي انا عامل خطه لتقشف وعايز بقى عبقريتك تساعدني فيها. خلاص انا هطمنك. اولا احنا هنستنى عن الغساله الفول اوتوماتيك يعني عفوا يعني تغسلي وتقرش على ايدك. طبعا طبعا ودي عايزه كلام ثانيا مصروف البيت
بدل ما 500 جنيه هيبقى 60 جنيه في الشهر. يعني 2 جنيه في اليوم حلو قوي. مش حال كبير يا احمد. نرجع بقى لشهادات الاستثمار اللي مامتك حطلهم في البنك باسمك. اني لو انا اللي احنا نستفيد بيهم. عندك خلاص. انا بكره ان شاء الله هروح عند ماما في البيت واخد منها كل شهادات الاستثمار وهبقى اجيبهم لك. في حاجه تاني؟ لحد دلوقتي مفيش حاجه، بس لو جت حاجه هقول لك. الف الف مبروك يا شاهد. فرحت قوي لما عرفت انك اشتريت شقه سامي حمى محمود عزازي. الله يبارك فيك يا فندم، بس الحقيقه الشقه غاليه قوي، مش عارف الاقساط دي اسددها ازاي. جاريه مش شاهد، جاريه ربك هو اللي بيرزق. وانا من ناحيتي بقى عينت رئيس لجنه المشتريات يشيل الحوافز والبدلات اللي بيطلعوا منها، هيسندوا معاك كويس. ايه رايك؟ ربنا يخليك ليا يا سعد بيه. الحقيقه انا مش عارف اودي جمالك دي فين. انا بعمل اللي اقدر عليه، بس عايزك الليله تعدي عليا عشان نروح نزور الراجل في المستشفى. ليه يا فندم؟ هو مشتغل من المستشفى بقاله اسبوعين والحمد لله بقى كويس. بيتعالج تعب قوي وراح المستشفى تاني، واحنا لازم نطمن عليه. اطمن ده اقل واجب. الساعه 7 الثانيه هكون على ساعتك. ما بيكونش مخلوق شكل الله صحيح. فيا بقى يا مشاقي اللي عندك الضغط. شد حيلك يا محمود. قلت لك بقى ازاي حسنات ويسكين وفسيح حاجات. الله يرحمك يا محمود. والموت بالنسبه لي راح. بس يعني الكل بقى صعب شوي. انا كنت عرفت ان مدام صفاء تعبت معي. وهو بالنسبة لك كان كل حاجة، كان الأب والأم والعم والخال. الله يرحمه. مهمتك صعبة دلوقتي يا عودة. أنت مطلوب منك بالنسبة لها كل حاجة. الله يرحمه. طبيعي هي فين عشان أحسيها؟ سلمي يا واحدة. صفاء صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شد حيلك. بقال الله. أنا بالله ما بيكونش حاجة وحشة. هما مش كانوا قالوا من العملية اللي كانت؟ قالوا من الفترة اللي بعد العملية أخطر بكتير بكتير من العملية. الله يرحمه. ما كانش عايز يعملها. إحنا ضغطنا عليه عشان نعملها. إحنا ضغطنا عليه عشان مصلحته. دي كانت لغتي أنا بتجيب حوالي 3 مرات في اليوم. كل مقدر ومكتوب يا أستاذ محمود. والكلام ده ما منوش فايده دلوقتي. والحقيقه نفسيته تعبت قوي بعد ما خرج من العمليه وقعد معانا في الشقه هنا. بعد ما باع شقته بالثمن الرخيص ده. ايوه ما هو كان لازم يبيعها عشان يعمل عمليه. استاذ مشاري بعد اذن حضرتك ممكن يعني تلتين على الفرقه؟ اكثر من كده. طب بعد اذنك هاني. شكرا. تفضل. أستاذ مشيت، حضرتك عارف طبعاً إن اللي حصل ده كان فرق قبل السبب، فلو ممكن يعني تدفعيني أول قسط، أنا عارف إن هو لسه على ميعاد شوية، بس حضرتك يعني عارف ظروفنا صعبة قد إيه من دول. لا، مفيش مشكلة، مش مشكلة خالص، حضرتك بس حضرتك الشيك، وأنا هحاول أتصرف بأي طريقة. وبعدين يا مشاي هتتصرف ازاي؟ مش عارف يا سناء. بصراحة ربنا كده الست صعبت عليا قوي، كنت عايز اطمنها بأي شكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبر قلبه. بس أنت مش بتقول إن أول شيء ده معاه استحقاق ويجي فاضل عليه حوالي 5 شهور؟ أيوه الشيكات يعني تستحق الدفع كل 6 شهور. بس انا كنت اصلي لقيت مبلغ من المقدم كتبته بالشيك لواحد يستحق الدفع بعد شهر. بقول لك ايه؟
مين يعني قريب من دول؟ ده احنا مشوفناهمش في العزا، وهو ابويا كان ممكن يستنى مني على الشيكات اكتر مني انا. صحيح. طب هو ليه ما شافوش معاك؟ معرفش، انا لو كان عايش دلوقتي كنت سالته. وانت ليه ما سالتوش وهو عايش؟ بس اتكسفت. اتكسفت ليه؟ ودي حاجة تكسب برضه صفاء، انت بتسالي عشان مصلحته. اللي حصل بقى دخلنا في العملية، واللي حصل بعد العملية. طب خلاص خلاص متعاديش، احنا بندور عليهم تاني ان شاء الله حواليهم. مانع من راحتي. اهلا اهلا استاذ محمود، اكيد سعادتك طبعا جايب الشيك عشان تاخد الفلوس. والله الحقيقة يا استاذ مشاي يعني الشيك مش لاقيه. مش لاقيه ازاي؟ يعني دور معرفة كل حاجة تقريبا مفصل معاك الحدود. ايوه بس يعني الشيك ده بالذات اللي ضاع نص الشيكات. لا ما مش الشيك ده بس، هو الحقيقة الشيكات كلها ضاعت. الشيكات كلها ضاعت؟ ضاعت فين؟ مش عارف، دور معرفة كل حاجة. قلنا يمكن كان في هدوم المرحوم ساعة الوفاة، رحنا المستشفى ادونا القميص، لكن واضح ان البنطلون ضاع في لحظة اللي حصل. مش هقدر اديك البنطلون. انا اسف، مش هقدر اديك الفلوس يعني اللي دخل الشيك. طب اقول لحضرتك ايه؟ انا ممكن اكتب لك ورقه مخلصه ان انا اخدت الفلوس، ولما الاقي الشيك ابقى ارجعه لك وحضرتك اقطعه. ما انت مش هتلاقي الشيك. وانا مش كده. تقصد ايه يا استاذ مشاي؟ هي يا استاذ محمود المرحوم الله يرحمه ويحسن اليه ويرجع له الصحه والجنه، كان جاني قبل وفاه كده بكام يوم، ترجاني انه ياخد فلوس كاش يعني ويكتب له مخصصه. ايه؟ مخصصه؟ ايوه يا استاذ محمود مخصصه. الحقيقه انا تقديرا للظروف الصحيه جبت له فلوس وخدت منه الشيكات وقطعتها وقلت له مفيش داعي للمخصصه. مستحيل. المرحوم ما بلغناش في حاجه زي كده. ما هو ما كانش يقدر يقول لك، لأن المشكلة اللي كان بيمر بيها سر ما قدرش يبوح بيه لحد غيري. ممكن أعرف إيه هو السر ده؟ أنا آسف أستاذ محمود، الحقيقة السر ده أنا ما احتفظت بيه وهو حي، فمن باب أولى أحتفظ بيه بعد وفاته. لا، أنت كذاب يا مشائي. كتر خيرك. خلاص حضرتك خدت الشيكات وثبتني إني كذاب. أنا لست وشرفت. ما عشناهاش.